أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وذلك حين ينقرض الخير، وذلك حين ينقرض الخير ويهجر العمل الصالح، فما فائدة الدنيا إذن؟ تقوم الساعة خير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بهذه الحقيقة، فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. واعلموا يا عباد الله أن دين الله تبارك وتعالى تم وكمل، فإن الحرام سيبقى حراماً وإن فعله كل الناس،
وإن الحلال سيبقى حلالا وإن لم يفعله كل الناس، لأن الله أتم الدين، لكن أهل الدين هم في تناقص. الدين يبقى كامل، لكن أهل الدين يتناقصون وينقصون من دينهم وينقصون من العمل بالدين. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة. فإذا نقص العمل والتدين، إذا نقص التدين فإن الدين سيبقى، لكن إذا نقص التدين فستزول معها الدنيا. وقد أخبر وقد طبق الدين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبق الدين في زمن الصحابة، ثم لا يزال ينقض هذا الدين عروة عروة حتى يأتي زمان تنقض فيه عرى الإسلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها تقوم الساعة. ولا شك أن الساعة ستقوم على ناس ما عندهم حتى دين وهم شرار الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام. تريد كما اسمه الأنقاض، الأنقاض، تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. شو كل ما يطيح، كل ما تروح إيطاش، الناس يتشبثوا بالطابق اللي بعده، حتى تنقضى عرى الإسلام ولا يجد الناس بماذا يتشبثون، وأولئك هم شرار الخلق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عن ارتفاع بعض العبادات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة سترفع، أن الأمانة سترفع. وأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأشياء التي سترفع، بل هي أول ما ترفع، أول ما ترفع، لأن الناس تركوها، لأن الناس لم يتمسكوا بها، عبادة الخشوع، عبادة الخشوع التي هي من واجبات الصلاة على القول الراجح من أهل العلم. وإذا ذهب الخشوع في الصلاة وقعنا في الأمر الذي نعاني منه كثيرا، نحن نصلي ولا نتلذذ بالصلاة، نحن نصلي ولا نشعر بطعم الصلاة، نحن نصلي وقد نترك الصلاة لأتفه الأسباب وأدنى الأشغال، لأننا لسنا متمسكين بها حق التمسك. والذي جعل هذه الصلاة بلا طعم ذهاب الخشوع فيها، كما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في التفصيل القادم. إذن من العبادات التي سترفع وسيتهاون الناس بها عبادة الصلاة. وقد أحسن إمام هذا المسجد وأسرة مسجد الفتح كعادتهم أن جعلوا أول المواضيع التي نتحدث عنها ونحن نريد أن نستقبل رمضان موضوع الصلاة، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير موضوع، ولأنها أول ركن من أركان الإسلام بعد قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي نسق لا إله إلا الله وفي رمضان يصوم لكنه لا يصلي، منين جاء بهذا الدين؟ الله أعلم. أول حاجة تتدين بها، أول علامة من علامات الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام،
الذي سيبنى عليه الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. وهذا الأمر كان يأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرسل معاذا بن جبل إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، راح نبعتك لعند ناس موش مسلمين، كفار أهل كتاب كانوا نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه، قبل ما تقول لهم حرام حلال، أول موضوع أول حاجة خرجهم من النار، سلكهم أحييهم، فإنهم موتى بالكفر، الكافر ميت، فإذا أسلم أحياه الله. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الميت هنا هو الكافر، أحياه الله بأنه خرج من الكفر إلى الإيمان. فقال له: إنك تأتي قوما كفارا، يعني أهل الكتاب، أول حاجة تبداها معهم، تبداها في دعوتك في مشروعك الدعوي، أنك تحب تعرفهم لا إله إلا الله، وتخليهم يقتنعوا ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوك لذلك، إذا أطاعوك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات تؤدى في اليوم والليل. فأول ركن بعد الشهادة هي أنك تصلي. عجيب عجيب أن ناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تلقاه يصوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وتجده لا يصلي. كيف فهم، من فهمه أن الإسلام عامل هكذا؟ لذلك من الأهمية بمكان أن نفتش عن صلاتنا في الدنيا، واعلموا أن مجميع أزمة يمر بها الإنسان، وضيق وحرج وحياة منغصة وقلة الرزق والمشاكل والمصائب، ويحس الإنسان كبيرا، بسبب الذنوب. وأعظم ذنب يعصى به الله تعالى هو ألا يسجد له الإنسان، ألا يتقرب، ألا أن يقطع الصلة بينه وبين الله. لذلك المشاكل موجودة في المجتمع ديالنا، ويجدها كثير من الناس، لأنهم لا يصلون، لأنهم لا يعبدون الله تعالى. قال الحسن البصري: إن هذا القرآن فيه داؤكم وفيه دواؤكم. ربي في القرآن الكريم بيّن لنا المرض الحقيقي الذي يصيب الناس ويمرضهم، بالله غير يمرضوا، كاين الناس شربوا السم وما ماتوش، كاين الناس شربوا السم وما ماتوش، كاين الناس عاشوا في وسط المرضى وكورونا الأخيرة أكبر دليل، عاشوا في وسط المرضى وما مرضوش. لكن كاين مرض، كاين داء سيصيب الناس لا محالة، كاين داء ذكره الله في القرآن، إذا وقعنا فيه مرضنا لا محالة بلا شك. قال: إن هذا القرآن فيه داؤكم وفيه دواؤكم. فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. فأما داؤكم فالذنوب، الذنوب هي سبب المشاكل ديالك. إذا أذنبت مرضت، إذا أذنبت سيصيبك الضيق، ستضعف وأنت أصلا ضعيف. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا في خلقته، يتأذى، يبرد، يسخن، يتألم،
يطيح له المورال، ضعيف الإنسان. فإذا أذنبت زاد ضعفك ورجعت إلى ضعفك، وأعظم ذنب يعني يزيدك ضعفا، يعني قد تكون بذلك الذنب ميت، أنك لا تصلي، أنك حي والله يراك ويسمعك وأنت تعلم ذلك، وأنت تبارز ربك بألا تسجد له وقت السجود ولا تركع له وقت الركوع. وقد قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الصلاة مذكورة في أول المصحف، ويقيمون الصلاة، وأنت لا تقيم الصلاة، هذا ذنب عظيم ستجد آثاره في حياتك وفي مشاكلك، وستجد الراحة، وستجد الراحة والطمأنينة إذا كان إنسان عنده مشاكل راه مغموم أو يشتكي لك أنه خلاص أحيس سيدي، ضعف إلى درجة أنه هانت عليه نفسه، هانت عليه نفسه، يقولك نقتل روحي، هانت عليه نفسه، هذا أشد الضعف، هذا درجة عالية من القنوط. هذا الإنسان يحتاج أنه يرتاح. أول نصيحة تنصح بها الإنسان اللي راه مقلق بزاف ولازم أنت تكون مقتنع بها وتفهم إياها، وهو أنه يصلي لله تعالى، وهو أنه يصلي لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. نور ضياء، وش هو الفرق بين النور والضياء؟ وش هو الفرق بين النور والضياء؟ الصلاة نور والصبر ضياء. مذكور النور والضياء في القرآن الكريم، قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. ما هو الفرق بين الضياء والنور؟ نعطيك مثال، لما يكون القمر بدر، لما تنظر إلى القمر في الليل تحرقك عينك، توجعك عينك، شحال تقعد من زمن وانت تشوف القمر هكذا، ساعة ساعتين ثلاث سوايع. إذن نور القمر لا يؤذيك، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، نور القمر يعطيك الراحة، فالإنسان لما يرى القمر في الليل زيادة على أنه لا يتأذى بهذه الرؤية، زيادة على ذلك أنه يشعر بالراحة والطمأنينة. الشعراء اللي يجي يكتبوا الشعر ولا كذا يجبدوا بزاف القمر، يجبدوا بزاف القمر، والواحد لما يحب الزوجة دياله يكرمها بطعام وعشاء ولا كذا يديها نهار يكون القمر في الليل، ويحط لها الطابلة، تحط لها فريت هوملات وتقولها القمر تقول كل اللي حطيت لها كبش مشوي، لأنه القمر زين لك القعدة، فهمت؟ ومن بعد غدوة الشاك أبلون سيني لك على كلش، وري لها برك القمر، راحة. يضربوا به المثل الشعراء بالليل. كذلك هم الصلاة، قال ربي على الصلاة صلاة النور، أي المفروض كي نصلوا نرتاحوا، هذا هو أثر الصلاة فينا. صلاة نور توري لك طريق، توري تعرف صلاحك، ربي سبحانه وتعالى يوري لك الخير والشر بالصلاة، كرامة من عند ربي. تعرف لماذا؟ لأنك صليت لرب العالمين. سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين الله والإنسان. يا سبحان الله، شفنا ناس لما تكون عنده معرفة مع إنسان لباس به، تعرفوني لباس به، لما تكون عنده معرفة مع إنسان لباس به يشعر بالإطمئنان في حياته، يشعر بالإطمئنان، يعيش مرتاح، المشاكل ما تخلعوش،
تجي ليه تقول له يا اخا حبسوا لي السلعه والسلعه ديالها، تقول لك شبيه، تقول له السلعه راه ما كاش مشكل، فارعه فارعه. شوف شي هضر مرتاح هذا الانسان، علاه؟ لانه عنده صله بينه وبين انسان قوي. قال شعيب، هكذا شعيب قال لو ان عليه الصلاه والسلام، او لوط عليه السلام قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، كان عنده البنات لوط عليه السلام، او اوي الى ركن شديد، حقرتوني واهنتوني وكو حابين تخرجوني، اخرجوا آل لوط من قريتكم، لانه ما عنديش الكتاف، ما عنديش لمن اوي من الناس، معناه الناس اللي عنده الكتاف وعنده لمن ياوي يشعر بماذا؟ يشعر بالقوه. هو ساكن معاك في الافدو صح، مرتاح مرتاح، وحاجه ما تقلقوا في الدنيا، لانه كي يستحضر هذيك المعرفه، شوف الصله بين انسان مع انسان، لبس به في الدنيا اعطت له الراحه، فما بالك بالصلاه التي هي صله بينك وبين الله. مسكين الانسان اللي ما يصليش، مسكين مسكين، بلا ما نقولوا له حرام عليك ونشنفوا في وجه، نشنفوا عليه وكذا، لانه بعض الناس اول ما تعامل به المعاصي اهل المعاصي، نهار انت ما تكونش داير معصيه وتتلاقى مع انسان داير معصيه ترفد عليه السيف في وجهك، ماهوش السيف تاع الحق تاع الصح، شكون هكذا تشنف عليه؟ وعلاش تشنف عليه؟ والله غير يغيظه، يغيظ هذا اول. ربي انت رحمك باش ماكش تعصي كما هو، او رحمك ربي ماشي بفضلك، ماشي بقوتك، انما بفضل الله وقوته، بفضل الله وقوته وحده. ليه راك انسان مزقم وليد فاميليا وهذاك لا تقول عليه ماشي وليد فاميليا؟ صح العمل ديالو ماشي عمل تاع وليد فاميليا، ماشي عمل تاع ناس صالحين، عمل تاع ناس فاسقين. صح اول حاجه نقابلوا بهم هاد الناس والله انهم يغيظوك، مسكين اللي ما يصليش، ضعف روحه. الصلاة هي صلة بينك وبين الله، فمن تخف إذا صليت، إذا حافظت على الصلاة كيف لا تشعر بالراحة والاطمئنان؟ كيف لا تقول لنفسك كل شي فاري ما دام أنا أصلي كل شي فاري؟ كيف يصعب عليك أمر عظيم في الدنيا وانت عندك علاقة برب العالمين، برب السماوات والأرض ورب الجبال والبحار الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، الذي لا يتحرك أي شيء إلا بأمره ولا يسكن إلا بأمره، الذي إن اجتمع عليك الإنس والجن ليضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك امتحانا وابتلاء. عندك انت معرفة مع ربي، عندك صلة، ما هي هذه الصلة؟ الصلاة الظهر الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، قلق أمر، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، كان يزعف، كان يحزن، كان يبكي، كان ينسى، بشر، كان إذا حزبه أمر واشتد عليه أمر واضطرب لأمر صلى الله عليه وسلم هرع إلى الصلاة. الراحة منين تجي؟ إذا صلى. الفكرة منين تجي؟ إذا صلى. الحل منين يجي؟ إذا صلى. لذلك الصلاة نور. شغل الحالة، شغل الناس عم عايشين في الظلمة وانت يلي راك تصلي عندك لومبا، الناس ما يشوف انت راك تشوف. ولذلك قال الله تعالى عن الصلاة أعظم حاجة تديرها لك الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا في الحقيقة دخلت في الموضوع بقوة، وإلا كان المفروض ندير واحد المقدمة، معليش احنا رانا خاوة، المهم رانا نسمعوا ونستفادوا. أول حاجة الآن الشيء القليل هذا اللي سمعناه كافي باش يخلينا نحمد ربي ونستناو صلاة العشاء بشوق.
أرحنا بالصلاة يا بلال، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، لأن الصلاة تاع الصح تعطي الراحة، ماشي أرحنا منها، أرحنا. شغل الواحد كي يستحضر بركة المعنى، نقول خلاص يا خوتي درت الدرس ونجي رايح للدار. والله هضرنا بزاف، هضرنا شيء مهم، الشيء القليل هذا اللي قلناه كافي باش يخليك تولي إنسان تقادر الصلاة بزاف. أو تقول أنا والله ما كنت فاهم الصلاة هكذا، غفلت، ممكن قريتها بكري بصح والله ما كنت عارف باللي هي هكذا بالنسبة إليها. واش دير لي الصلاة؟ الصلاة نور في الحقيقة، ليخلي الناس يتلذذون بالشيء، يتلذذون بالشيء ويستمتعون به حبهم لذلك الشيء. إنسان كي يحب حاجة يتلذذ بفعلها ولو كرهها الناس. هو واحد انت تاكل حاجة تحبها، الآخر يقول لك يتحول قدامك، تقول تتحول هكذا ثاني، لأنه انت تتلذذ بها. كرهها انت ما تكرهاش، جات قرصة جات حلوة، انا بالنسبة الي لأنني احببتها اتلذذ بها. ولذلك يا اخوان، لما تكون عندك لذة في حاجة لا ترى مشقة في فعلها. اللذة تنسيك المشقة، تجعلك تتحمل المشقة، وهذه اللي خلات بزاف ناس يصلوا وبطلوا. سقسوهم هذوك اللي صلوا وبطلوا، علاش صلوا؟ ماشي ولاو يكرهوا ربي ولا لا 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 لا، ما تحملوش، زادوا له سوايع في الخدمة، جاه اختبار، جاه اختبار، تلاميذ يولوا ما يصلوش، علاه؟ جاهم اختبار، بدلوا لهم شوية في البرنامج، جاته حاجة جديدة، ترك الصلاة، لم يصبر على فعل الصلاة مع الالتزامات الجديدة اللي جاته في الحياة. إلى كل واحد كل ما تجي حاجة جديدة في الحياة دياله يترك صلاة، خلاص اللي يتزوج يترك صلاة، واللي يموت له واحد يترك صلاة، لأنه كل واحد فينا يجيه حاجة جديدة في حياته ما كانش ما كانش مبرمجها. إلى كل ما تجيك حاجة جديدة نحبس الصلاة. لكن إذا ولات الصلاة عندنا فيها لذة تحملنا مشقتها، ولا وسنصبر على مشقتها. بل كي واحد يقول لك عيد قل الله والو كونترار، واحد اللي برا ويشوفها باللي اكتئب في روحك، انت راك في عالم اخر، انت راك تسبح في اللذة في المتعة. نعطيكم مثال، شوف انسان حدايدي هذوك اللي يرفد 100 كيلو تتشوفو تتغاشى، وهو اللي يخليه يوميا يروح يدير الحديد. كاين شي ناس تلاقى به في الدنيا يقول لك شوف على بالك والله تبدل لي البروغرام مانيش مليح اليوم، البارح والله ما درت سبور، وتلقى واحد كيلعود يضل يجري في الليطورال، يجري في البحر كذا، شيخ كبير وكذا، داير سبور عارف يجري. علاه؟ لأنه أحب الرياضة وعرف قيمتها وأحبها، فهو يتلذذ بالتعب. وحنا ولد صغير تقول له روح شري الخبز يقول لك أنا عيان، وتلقى واحد إنسان كبير يجري ولوك يعني الضر تضره إذا حبسته على الجريان. يا سبحان الله، مع أن الجريان فيه مشقة، وشو الشيء اللي مخلي الإنسان يصبر على مشقة الحديد رفع الأثقال ومشقة الرياضة ومشقة البقاء في السوق؟ كاين ناس يبقوا في السوق نهار كامل من الصبح للعشاء واقف ويبرح الشمس، الناس تسبوا، الناس يعيوه، هو قاعد من الصبح للعشاء يبيع، ويجد لذة في ذلك، ومستعد يحرق باب الواد، يحرق باب الواد نهار ينحوا له الطابله ديالو، مع انه الطابله ديالو تعب يا خوتي من الصبح للعشاء، من الصبح لليل. نهار تنحي له هذيك انت تقول له معليش شفناك عييت نحيها لك، نحيناها لك، يقول لك يتضارب معاك، شو قال لك انا عييت؟ مع ان اي حاجه تعيي، لانه تلذذ احب هذا العمل فصار يشعر باللذه مع ان غيره يراه شاق. بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة سنصبر على الصلاة لأننا عرفنا قيمتها وعرفنا فضلها. وأول فضل عرفناه أن الصلاة هي اللي تعطينا الراحة،
والضياء القمر، قلنا القمر نور تشوف فيه لا يصيبك شيء، بالعكس سيصيبك ستنزل عليك الراحة والسكينة. الآن الشمس، شحال تقدر أنت تشوف في الشمس في الصباح؟ كي تكون الشمس جوال 10 أصباح في الشمس في السماء تقدر تشوف فيها هكذا؟ ماذا يصيبك؟ تحرقك عينك، إيه ولا لا؟ ولو كان تدخل دار مظلامة بابك قدامك ما تشوفوش، تعفس على الدنيا كامل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهو حسير. يعني شغل كما الحكاية دي تاع الشمس، يكون الضوء ديالها بزاف من قوة الإضاوية بزاف تحرق. صح هي تعطينا الضوء توري لك الطريق، بصح توري لك الطريق بصح تحرقك. كذلك الصبر، شوفهم جميع ناس جازوا بمشكلة وصبروا، تحرقوا معنا، قصدوا المصيبة، قصدوا المصيبة حرقاته. بصح واش عطات له المصيبة مع الحريق هذا؟ عطات له تجربة. فتلقاه كيجي واحد يجي يزغط قدامه راح يدير هذيك الحاجة، يقول أروح وليدي نحكي لك، أك رايح تروح منك، رايح في البوطي. خذ رأيي ما تروحش، كي تروح واش يصالك واش يصالك واش يصرالك. هذاك السيد ما خدالكش الراي، راح في البوطي وصراله واش قلت له انت؟ واحدة زوج ثلاثة. فقرر نفسه يقول سبحان الله كيفاش شاف، كيفاش قدر يعرف شنو حيصرالي؟ الصبر، الصبر عطاله تجربة ولا يحكي كأنه يرى الشيء. على هذيك الصبر ضياء، يعني يعطيك نور تشوف به، صح قبل ما يعطيك النور يحرقك، يحرقك. لذلك أمرنا بالصبر. إذا الصلاة فيها راحة، إذا أردنا أن تصير الصلاة عندنا محببة لذيذة فعلينا أن نعرف فضائلها ونعرف ماذا تفعل لنا الصلاة. الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة فيها راحة، الصلاة دواء، الصلاة أعظم دواء لأعظم داء. ما هو أعظم داء؟ الذي يصيب الناس لا محالة هي الذنوب، ودواؤها الاستغفار. الصلاة كلها مغفرة، كثيرة هي الأحاديث التي يخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة يكفر الله بها الذنوب، يمحي لك ربي الذنوب. الذنوب هي الأوزار، الذنوب أعظم حاجة ما راكش حاب تشوفها يوم القيامة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم الحساب، يوم الحساب. أنت تعرف السبت والحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، هذه الأيام اللي تعرفها. زيد احفظ يوم، كاين يوم اسمه يوم الحساب، سيكون في حياتك. أيام الأسبوع فيها 24 ساعة، يوم الحساب 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم الحساب يوم ستدركه أنت وأدركه أنا ويدركه كل الناس. قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وسيسأل الناس في يوم الحساب، وسيود الإنسان في يوم الحساب. ماذا يحدث في يوم الحساب؟ سنؤتى كتبنا، سيخرج الكتاب، وسنجد في هذا الكتاب كل شيء فعلناه من خير أو شر. وإن هذا الكتاب الذي سيخرج سيفرح به الناس، بعض الناس سيفرحون به ويكونون بهذا الكتاب مسرورين ويودون أن يروا كتابهم للناس.
فيقول هاء مقرؤ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. قال الله تعالى وينقرب إلى أهله مسرورا. وكي الناس سيخافون من هذا الكتاب وسيجزعون وسيحزنون وسيقولون كلمة يقولون قال فترى المجرمين مشفقين مما فيه سترى المجرمين مشفقين مما فيه في هذا الكتاب خايفين ذبالوا لما شافوا كل أعمالهم السيئة في ذلك الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الحاجة اللي تغلحهم أنك تشوف سيئاتك بالديطاي بالتفصيل بالصغيرة بالكبيرة. أعظم حاجة تتمناها في يوم الحساب لو كان واحد يجي يقول لك أعطيني أعطيني كل شيء سأمحو لك سيئاتك يوم الحساب. شحال مستعد تمدلو؟ مشي تمدلو الدنيا وما فيها؟ لكن لا ينفع، لكننا نتخايلوا. قال الله تعالى عن هذه الحقيقة قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مشي مدلك الدنيا، مدلك وليده ببنيه وزوجته ووالديه ومن في الأرض جميعا. لو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. المهم ثم ينجيه، هات المهم يسلك هو وقت الأذان ثم ينجيه. هذا الكتاب أكبر حاجة يتمناها الإنسان يوم القيامة أن تمحى سيئاته. الله أكبر، كبروا معي. إن الصلاة في الدنيا تمحو هذه السيئات التي ستخافها غدا، فكيف يفرط فيها من يفرط؟ لو لم يكن من فضل الصلاة حتى نحبها ونعظمها ونجعلها في حياتنا، بل نحيا لها، نتمنى أن نبقى أحياء حتى نصلي، لو لم يكن فيها إلا أنها أخبرنا الله أنها من فضلها أنها تمحو سيئاتك وتكفرها وتغطيها عنك في الدنيا قبل الآخرة. الله أكبر. هذا كله لأنك تصلي الصبح، وهذا كله لأنك تصلي الظهر وتصلي العصر وتصلي المغرب وتصلي العشاء. قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، قال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ما بينها ما لم تغش الكبائر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كتصلي الصبح من الصبح للظهر، إنسان يغلط يدير بين الصبح والظهر سيئات، سيئات البصر، سيئات اللسان، سيئات يدير. فإذا صلى الصبح وصلى الظهر يكفر الله سيئات اللي بين صلاة الظهر والصبح. وكيصلي الظهر من الظهر العصر يدير الإنسان سيئات، فإذا صلى العصر يكفر الله سيئات العصر اللي دارها بين العصر والظهر، وإذا صلى المغرب يكفر له ربي سيئات لدارها بين المغرب والعصر وكذلك العشاء. كفارة ما بينها، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة وحكم الصحابة الزينين، وقال لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المفاهيم يمد لهم الأمثلة، قال لهم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو كان كل واحد فيكم قدام داره كاين نهر يجري بالماء
يغتسل منه 5 مرات كل يوم هل يبقى من درنه من شيء؟ هذا إنسان 5 مرات في اليوم يدوش بماء النهر ماشي بماء الطاس، قال ما كفانيش ما غسلتش مليح ما شللتش مليح، ماء النهر الجاري يغتسل منه الإنسان 5 مرات كل يوم هل يبقى يعني وسخ في الإنسان؟ فقال الصحابة لا يبقى من درنه من شيء، يدوش 5 مرات في النهار أكيد هذا إنسان نقي نقي تاع الصح. لما فهموا هذا المعنى قالهم النبي صلى الله عليه وسلم فكذلكم الصلوات يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. لو لم يكن في الصلاة إلا هذا الفضل لكفى. على هذيك احنا لما نصلوا نرتاحوا، تعرف علاش نرتاحوا؟ لأنه راح المرض. ما تنساوش دائما مشوا معاكم مشوها معاكم الفائدة هذه، أن المعاصي هي سبب الهم، المعاصي مرض، فإذا كاين حاجة تمحي المعاصي أعرف بلي هذيك الحاجة دواء. كما إنسان حنزوره كان مريض، لما تروح تزوره أو تقول أو راه مليح أو شتو اليوم مليح وتو راه منور كلا كلا شوية نقولوا انفع فيه الدواء. فكذلك الإنسان كي يولي طاهر من الذنوب تولي إنسان آخر، ترتاح كما المريض هذاك ارتاح، بان على وجهه ولا ياكل ولا يضحك، يقول لهم خرجوني يحبي ينوض برا أو برا. كذلك أنت إذا صليت محى الله عنك ذنوبك فشعرت بالراحة في ذلك اليوم وأنت دائما مرتاح وسعيد. فهذه بعض الأحاديث في فضل الصلاة، صلاة الفرائض، صلاة الفرائض. والصلاة تريحنا في الدنيا وتريحنا يوم القيامة، لأن أول عودوا نرجع اليوم الحساب، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد فاز وأنجح وأفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. نخسر في الدنيا وما نخسرش يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قادر تخسر نفسك وأهلك وأولادك في الدنيا ويكونوا عند الله شهداء وتلقاهم يوم القيامة، أنك تخسر أهلك وأولادك، أنت في الجنة وبنتك في النار وليدك في النار، هذا هو الخسران، تخسر أهلك يوم القيامة. لكن أعظم الخسران أنك تخسر روحك، تخسر ما تلقى حتى فلاح، لأن أول حاجة تتحاسب عليها الإنسان، يتحاسب عليها الإنسان أمورها يبان الحساب الصلاة. فإذا كانت الصلاة موجودة في هذا الإنسان، خطابنا لمن لا يصلي وخطابنا للمصلين حتى يحافظوا على صلاتهم، ورانا نتكلم على هذا الموضوع بإذن الله تعالى. لا يدخل علينا رمضان إلا ونحن في رمضان من المصلين، إلا ونحن في رمضان من المصلين. أول عبادة ما راناش راح نلعب بها في رمضان هي الصلاة، وسنكون سببا في أن نأتي بمن يصلي معنا، نسلكوهم من أولادنا وأصحابنا والناس أجمعين. فقط عرفوهم قيمة الصلاة، اذكروا لهم حديثا في فضل الصلاة، اذكروا لهم سبب مشاكلهم، واجعلوا الصلاة حلا لمشاكلهم. الصلاة بها يرزق الإنسان، لأن الصلاة كلها استغفار ومغفرة. وقد مرت الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تمحو ذنوبنا،
ماذا نجد في الصلاة؟ نجد في الصلاة القيام، نجد في الصلاة الركوع والسجود، نجد في الصلاة الأذكار التي نقولها: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الصلاة كلها استغفار، كلها مغفرة. شت الركوع والسجود؟ شوف، راح نقولكم اليوم حديثين في الركوع والسجود، والله ستغير بهما بهذين الحديثين نظرتك إلى الركوع والسجود. وتقول أنا ضيعت الركوع والسجود. انظروا، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. رأى ابن عمر رضي الله عنهما فتى يصلي، أطال صلاته وحبرها، فقال في جلسائه: من يعرف هذا؟ شكون يعرف هذا الولد الشاب هذا؟ فقال أحدهم: أنا أعرفه. فقال له ابن عمر: لو كنت أعرفه، مع أنه هذا طول صلاة، قال له: لو كنت أعرفه لأمرته، كنت حنقول له حاجة يزيد يديرها، لأمرته أن يطيل الركوع والسجود، يزيد لهم. لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها. يجيب له ربي قاع الذنوب دياله. أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه. شوف، لما تكون قائم، حنا الإنسان كي يكون واقف يقدر يرفد حاجة فوق رأسه، ها لاحظ الركوع سأركع، حشد الله يجزيك، لا غير الكتاب، الله يجزيك حشد، بارك الله فيك، تسقط هكذا الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كي يكون يصلي يجيب له ربي ذنوبه جميعا فيضعها على رأسه. قال: فيضعها على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت منه. ليك يكون راكع ويعرف باللي مدام راكع أو ساجد راهي الذنوب ديالو تطيح، وقتاش ينوض؟ لاحظ كيف؟ هاي الأمور اللي خاصتنا، ما راناش عارفين قيمة صلاة، على هذيك ما راناش نعرفوا بنتها، ما راناش نعرفوا بنتها. هي الصلاة وحدة تمحي الذنوب، وكاين أعمال في الصلاة تمحي ذنوبك جميعها، تسقط. فإذا عرفت هذا الحديث مثلا، كنت من الذين يكثرون أن يطيلون الركوع والسجود. وقت الأذان نواصل إن شاء الله بعد الأذان. Thank you.
زيد نقاط هكذاك بزاف مازال يحتاج ما شاء الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، فقد استفدنا أن الركوع والسجود لهما ركنين من أركان الصلاة. شوف الأجر ديالهم، تتساقط ذنوبك كما تتساقط أوراق الشجر. فأطل الركوع خاصة في النوافل، أطل الركوع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، مستحضرة دوك أنا كنوض نصلي ركعتين الآن تلقاني نطول في الركوع والسجود، مقبل برك ما كنت نطول. وش الشيء اللي خلاك تطول في الركوع والسجود؟ واحد آخر يقول بزاف عليه انت راك تطول، شو الشيء اللي مخليك تتلذذ بالركوع ديالك؟ راكع ماشي كيما مفهمين كاع الناس، انتك راكع كراكع ما راكش مستعد تنوض. شو الشيء اللي خلاك؟ معرفة أجر الركوع والسجود، معرفة فضل الركوع والسجود. فلما عرفنا فضلهما خاصة مغفرة، شوف خاصة مغفرة الذنوب، أعظم ما يتمناه الإنسان أن يغفر ذنبه، أن يغفر ذنبه. وكان الصحابة يعظمون الأمور اللي فيها مغفرة الذنوب، العمل لقولهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، أطلقهم يحرصون عليه لا يتركون ذلك العمل، وستأتي أحاديث في ذلك. كان عبد الله بن مسعود يقول وددت لو أن الله غفر لي ذنبا واحدا، كان نعرف باللي ربي يغفر لي ذنب واحد تعرف أنا وش مستعد نمد، مستعد نتبرع مهمني. قالهم وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا وأني دعيت عبد الله بن روثة. عبد الله بن روثة هو عبد الله بن مسعود، والعرب بل الناس حنايا المسلمين نعظموا الأنساب. انت باباك اسمه عنده اسم، تصور انت واحد يقول لك انت يا ابن أجل الله قدركم، يقولوها بعض الناس وريد الحمار هذا خلاص القيامة تقوم، حاجة عظيمة. عبز لك القفالي يقول لك هذه الجملة، عبز لك القفالي تولي إنسان آخر، حاجة ما تحبسك. أنا بابا عبد الله بن مسعود قال لو نعرف ربي يغفر لي ذنب واحد ما يهمنيش يقولوا لي الناس أنت عبد الله بن الروثة الروث، حشاكم الفضلات تاع البعير الروث، ما يهمنيش أنت عبد الله ابن روثة. المهم النتيجة غفر لي ربي ذنبا واحدا، وأنه قال ثبت عنه أنه قال وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا وأن لا يعرف لي نسب. يقول هذا ما عندوش والديه لا يعرف لي نسب، وهذه حاجة عظيمة. لكنه قال ما يهمنيش النتيجة، نتمني النتيجة وش ديت معايا أنا، أديت أن ربي يغفر لي ذنب واحد. وبالتالي انت تسمع باللي الركوع السيئات تتنازل من راسك حتى تنوض، فتولي تعرف قيمة ذلك الركوع وتصبر على الصلاة. وإذا كان الركوع هذا واحد لا يمكنه أن يأخذ هذا الأجر إلا إذا صلى، فتعرف قيمة الصلاة التي الركوع والسجود عملان من أعمالها. وما زال الخير كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. حديث آخر يدل على فضل الركوع والسجود، وأن الركوع والسجود يكرمنا ربي فيها بهما بمغفرة الذنوب.
الحديث عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. تحضره يعني يجي وقت الصلاة المكتوبة الفريضة، قال: فيحسن وضوءها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله على العام، على العام. ربي يكرمه بهذه الكرامة ما دام يحقق هذه الأمور ثلاثة على العام: السيئات، الركوع والخشوع، وإحسان الوضوء، يمحي لك ربي بهم الذنوب التي قبلها قبل الصلاة. ماذا يحصل للإنسان لما يقول سمع الله لمن حمده؟ وش نقول احنا سمع الله لمن حمده؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جملة شحدت لك من الوقت موجودة في الصلاة، هذه لو كانت تقولها درك هكذا ما راش نصلوا. تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اديت اجر عظيم، لان افضل الكلام يقول الانسان سبحان الله والحمد لله. وانت راك تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تدي اجر، بصح ما تديش هذا الاجر. هذا الكلام كي تقوله في الصلاه بعد الركوع، بعد القيام من الركوع، مر ما تقول سمع الله لمن حمده، اسمع الاجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال سمع الله لمن حمده، فقال صحابي مراسل قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل آنفا كذا وكذا؟ شكون اللي قال ذاك الدعاء مقبل؟ فقام ذاك الصحابي خائف قالوا أنا، وقال غلط، صلاتي باطلة. شوف هذه الجملة كي قالها، شوف واش قال له النبي صلى الله عليه وسلم باش يخليه يزيد هكذا ولو قوله. قال: لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري. البضع في اللغة العربية من 3 ل 9، هكذا الشيخ، من 3 ل 9. قال لهم شفت، ما نقول لك 33، ما نقول لك 34، ما نقول لك 35، 36، 37، 38، 39. من 33 حتى 39، واحد منهم، واحد من الأرقام من الملائكة يتخاطفوا عليها هذه الجملة اللي قلت أنت في الصلاة، يتخاطفوا عليها أيهم يكتبها أول. شكون اللي يديها باش يكتبها أول؟ وفيه دليل أن الملائكة تحضر في صلاتنا، تحضر في صلاتنا وتكتب ما نقول. شوف الأجر اللي يديه الإنسان كي يصلي ويقول ربنا لك الحمد، تتضارب الملائكة باش تكتب هذا الشيء في كتابه الذي سيكون به يوم القيامة مسرورا. ستكون مسرورا أنك كنت تكثر من قولي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وستكتب الملائكة هذا الفضل. فضل آخر، قال النبي الحديث في مسلم من حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم، قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها. شو ايش قال؟ الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال هذه الجملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها، الحديث رواه مسلم يعني صحيح، فتحت لها أبواب السماء. شوف قال ابن عمر، قال ابن عمر: فما تركتهن
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنا أجر عظيم نديه لأنني قلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. حديث آخر متفق عليه رواه البخاري ومسلم في الحكاية دينا، سمع الله لمن حمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين في الصلاة كي نقولوها مع الإمام أو بعد الإمام وتوافق تأميننا تأمين الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه في الصلاة حد ذاتها. بعد ما نكملوا احنا من الصلاة لما نسلموا واش يقول الإمام؟ أول حاجة يقولها الإنسان الإمام والمأمون مول ما يسلم الصلاة فريضة، واش يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومن قال أستغفر الله غفر الله له ذنبه، لأن الله يستجيب الدعاء ويستجيب الذكر، ادعوني أستجيب لكم. ثم الصلوات خمس، ويوم الحساب يوم شديد، وسنحاسب عن أعمالنا، وسيحاسبنا الله تعالى فردا. بعد يوم الحساب سيؤخذ بنا إلى جنة أو إلى النار. كيف يكون الدخول إلى الجنة؟ قبل أن ندخل الجنة سيؤتى بجهنم، نارها شديدة وقعرها بعيد، يخافها الناس لشدة هولها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وسيضرب على جهنم، فوق جهنم راح تكون كاينه قنطره، جسر، جسر فوق جهنم هو الصراط. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الصراط ضحض مزله، ماشي سهل تمشي عليه. احنا لو كان الواحد يديروا لك طريق سريع اوطوروت فوق جهنم تخاف، تخاف تمشي فوقها، تخاف تخاف تجيك الدوخة، تخاف تطيح، مع أنه في راك في أطرود جهنم ما هي سهلة. فما بالك أن هذا الجسر الذي سيضرب فوق جهنم اللي هو الصراط. قال ابن قال وأن الصراط حق يجوزه العباد، في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي، وأن الصراط حق يجوزه العباد، العباد قاع العباد يمروا على الصراط. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد من السيف وأدق من الشعر. مش الشيء رح يجوزنا من الصراط، كيفاش رح ينسلكوا أعمالنا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط على يمينه وعلى شماله كلاليب وحسك، يعني وأنه كي الناس يمرون على الصراط كالطرف، كما واحد يسير، كاين من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد النخل، ومنهم من يمشي خطوة ويتوقف خطوة، ومنهم من يحبو على الصراط، ومنهم من يمر على الصراط يمشي ويطيح في جهنم، ومنهم أما الكفار، الكفار سيسقطون في جهنم، اليهود والنصارى والمشركين سيسقطون في جهنم ابتداء. قبل المرور على الصراط كاين واحد الحاجة تصرى، كي نجو نعبروا على الصراط هذا الصعب ستضرب ظلمة شديدة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم راح نمر بمرحلة ظلمة شديدة. ماذا يحتاج الناس في الظلمة؟ إلى النور، والصلاة نور. من معاني النور أنه الصلاة تنور لك في يوم الظلمة، في وقت الظلمة. قال الله تعالى فيؤتى المؤمنون نورهم، فمنهم من يكون نوره كالجبل. كاين واحد الضوء ديالو شغل كل اللومبا ديالو قد الجبل، يعني تضويلو في ظلمة لم نرى مثلها قط، ظلمة شديدة لم نرى مثلها قط، ما كان حتى بقعة ضوء.
كيف نمر على الصراط بهذه الظلمة؟ سيؤتى المؤمنون النور وسيؤتى المنافقون النور، لأنهم وافقوا المؤمنين في الدنيا، كانوا يصلوا معنا ما كانوا يصلوا، صح صلاتهم مش كيش قال عنها ربي، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ما عارفينش قيمتها، صح كانوا يصلوا ولا يظلم عند الله أحد. سيؤتون نورهم، فإذا جاءوا ليمروا على الصراط المنافقين سيطفأ نورهم وسيرون المؤمنين بالنور، فيقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم. ذكر الله هذا الشيء في القرآن ولا ما ذكروش؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، هذا النور اللي يديكم جنات، بشراكم اليوم جنات، مجميع واحد شعلت له نطا خرج له النور، النور فليستبشر بالخير. أخبرنا النبي كان يعطي له النور دياله كالجبل، ومنهم من يكون نوره في أصبعه، يطفى مرة ويشعل مرة، وإذا أظلم عليهم قاموا. كاين أعمال تكون سببا في النور، هي صلاة الليل الصبح والمغرب والعشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي ما يصلي الصبح، كاين ناس حافظين القرآن ما يصلوش الصبح، حافظين القرآن ما يصلوش الصبح، لعل بهذا الحديث المعروف اللي رانا جبدناه الآن ربطناه، أعظم حاجة تعطي لك النور يوم القيامة الصلاة، وأعظم صلاة يكون النور ديالها يعني أكيد لأصحابها صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، مشي إلى الأسواق مشي إلى الخدمة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. زدت راطي انت صلاة الصبح، زدت تهاون انت عن صلاة المغرب والعشاء، على خاطر شوي يلعب ماتش، على خاطر شوي يلعب فيلم فكاهي. بشر المشائين في الظلم بالنور إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هذا في صلاة الصبح. زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة هي قبل صلاة الصبح، قبل ما صلوا صلاة الصبح الفريضة كاين صلاة قبلها نسموها الفجر، شوش قال عن نافلة، ما يش فرض نافلة، سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة اللي هي نافلة متعلقة بالصبح، لاصقة في الصبح، هذوك هي دوك انا نصلي الفجر تاع غدوة مقبول في نيتي انني نصلي الفجر تاع دوك، انا نسقسي شيخ عبد الله قول له صليت دوك الفجر تاع غدوة خفت غدوة ما نوضش وراني نحب نصليها، تقول لي لا يا شيخ لا لا، لانه صلاة الفجر مربوطة بصلاة الصبح ولازم تكون بعد دخول الفجر يعني مر الاذان مر الاذان الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نافلة الفجر قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدق رب العالمين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال لك تجيب يوم القيامة معاك ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعض الناس لما واحد يقولوا ايه راك خلاص رضيت عليا الدنيا وما فيها، كي رضيت عليا كان مزعفه، كي رضيت عليا الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير مش الدنيا، خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء فإذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما بالكم بصلاة الفجر اللي هي فريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الأحاديث كافية باش نولوا شادين في صلاتنا وندوقوها. الآن كش واحد فينا ما يصليش ركعتي الفجر مازال نزيدوا نتهاونوا على ركعتي الفجر، مستحيل نتهاونوا عن صلاة الفجر لأن النافلة ديالها خير من الدنيا وما فيها، والفريضة اللي هي أحب إلى الله كيف يكون أجرها؟ لا يعلمه إلا الله تعالى. زيد صلاة الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نوافل تصلى مع الظهر قبل الظهر وبعد الظهر، قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله على وجهه النار.
أو قال لا ي... قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أو لا يلج النار من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا. لا يلج النار من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا. الحديث عن الجنة والنار هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. لما مر جاء واحد صحابي قال له يا رسول الله علمني حاجة نقولها، علمني حاجة نقولها، فإني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. أنا ما نعرفش شك تقول أنت ومعاذ بن جبل وكذا هذا العابد. فقال قال وماذا تسأل أنت؟ قال أنا يا وش نعرف نقول، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أنا هذا وش نعرف ندعي، قل اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. والله يعني حنا هذا هو الموضوع دي، يعني حولها ندندن. فركعتا من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا لا يدخل الجنة، فما بالك بمن صلى الظهر؟ إذا كان النافلة تاع صلاة الظهر هذا الأجر ديالها، فما بالك بجزاء من صلى الظهر لرب العالمين. وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الصبح والعصر، وكذلك ثبت الأجر في صلاة المغرب والعشاء. فلا بد على الإنسان ألا يتهاون في أداء الصلاة، وأن يتلذذ بها، وأن يحب الصلاة. إذا أردنا أن نحب الصلاة وأن نعرف قيمتها وأن وسيكون ذلك سببا في تمسكنا بها والصبر على أدائها صغارا وكبارا، لا بد علينا أن نحبها. ولن نحب الصلاة إلا إذا عرفنا فضلها وماذا قال الله تعالى فيها وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وإذا أردنا أن نجعل من إنسان تارك للصلاة نجعله مصليا، رانا عارفين وش لازم علينا نهضروا له، بين له الغمة اللي راه فيها لما راه تارك الصلاة، وبين له ماذا ستفعله الصلاة نفسيا وفكريا وحتى من حيث الأجر. وحبب له الصلاة بذكر الأحاديث التي فيها فضائل الصلاة. أحسب أنني لم أعطي هذا الموضوع كل حقه، لكن أرجو الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من الذين، أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة، اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد ضالنا ورد غائبنا واقض الدين عن المدينين ونفس الهم عن المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير بيديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.